طبعا الدورة العشرون لمهرجان الفيلم الوطني هو حدث سينمائي بامتياز ومن أهم المهرجانات السينما. اليوم السينما المغربية تعرف دينامية جديدة سواء على مستوى الترسانة القانونية، قانون جديد للمركز السينمائي المغربي، قانون جديد للصناعة السينمائية المغربية، دعم فيما يتعلق بالإنتاج الوطني. سنة 2018 كان هناك 75 مليون درهم لدعم الإنتاج الوطني، وصلنا إلى أزيد من 30 فيلم وطني فيما يتعلق بالدعم. وأعتقد بأن السينما المغربية بخير، كل ما هناك أنه لا بد كذلك من مواكبة التحولات العالمية والتحولات التكنولوجية والتحولات المجتمعية، كذلك لا بد للسينما المغربية أن تواكب هذه التحولات خصوصا على المستوى العالمي. تحية للناس ديال المركز السينمائي وعلى رأسهم السيد المدير اللي هو الفاسي الفيري، كنحييهم كاملين وكنقول لهم شكرا لهذا التكريم أو تتويج أو اعتراف، فشكرا لهم كاملين، شكرا لكم كلكم، شكرا لمدينة طنجة، شكرا لمهرجان السينما اللي في الدورة ديالو الدورة 20. تحية لكم كلكم، وكنعتذر إلا ما قدرتش نهضر حيت النفس بزاف عليا، الله يعطيكم الخير، شكرا لكم بزاف 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 بزاف، سنحييكم على محبتكم ليا، شكرا لكم، ميرسي بوكو. تحية من زهور سليماني لكل الناس ديال طنجة والناس المغرب من طنجة للقويرة.